تجربتي في المهرجان الايجيبشن فينيش بريتش اللي بيحصل كل سنه كانت تجربه بالنسبه لي اللي انا كنت طالبه في البريتش ده، كان تجربه مهمه جدا في اختلاف تفكيري من الناحيه الموسيقيه ومن الناحيه الثقافيه بالنسبه للموسيقى الكلاسيك. فكان محور اساسي من خلاله وفر لي طريق اللي انا اقدر اكمل دراستي بره في اوروبا، وده اللي فعلا اللي حصل، اللي انا دلوقتي حصلت على شهاده الدكتوراه من المانيا في الموسيقى، وده كان عن طريق اللي انا اشتركت في المهرجان بتاع سابولينا واخدت حصص مع البروفيسورز اللي جم، وتم دعوتي على حصول على اكتر ماستر كلاسز في فنلندا في سافولينا. فده اللي فتح افاق تفكيري ان انا لازم ابتدي دراسه عن طريق الصح من خلالهم، من خلال البروفيسور اللي هناك، وعن طريقهم كان عندي امكانيه ان انا اقدر اشارك واقدم في جامعات في المانيا. بالنسبه للموسيقى او بالنسبه للفن، اكتر حاجه بتربط الشعوب ببعضها، مش محتاج حد يتكلم لغه مختلفه، لغه هي الفن بيوحد الشعوب، بيوحد الاحساس التفكير، كل واحد بيبقى حاسس المزيكا بشكل مختلف، بس في الاخر بنقف على ستيج واحد، بنقف على مسرح بنقدم المزيكا دي، حتى لو مؤلف مش بنفس الجنسية بتاعتنا، مؤلف ألماني مؤلف نمساوي زي موتسارت وبيتهوفن، بنقدر نقدمه بالشكل الحقيقي اللي مكتوب. فالفن رسالة، والفن شيء مهم جدا اللي بيوحد وبيبعث على السلام النفسي للعازف وللجمهور أكتر. شايفة ان هو بيتحسن كل سنة عن الأول، ويعني مرة حصل خلال الثورة كان 2012، كان الجسر الفنلندي المصري كان بيقدم حفلات زي كل سنة، كانت الحفلة في مسرح الموسيقى العربية في رمسيس. كان الفترة دي كان في اضطرابات ومظاهرات وحاجات كده، فقبل الحفله كانت بتبتدي الحفله الساعه 8، قبل الحفله كان في مظاهرات قدام المسرح قدام المنطقه دي. قبل ما المسرح والجمهور يدخل، كانت الناس اللي كانت بتتظاهر يعني احترموا ان في ناس جايين يقدموا فن وجايين يعزفوا، ناس اجانب وناس مصريين مشاركه، احترموا كده وفضوا الاعتصام اللي قدام المسرح، مش من عن طريق اي جهه امنيه، هما من نفسهم فضوا المظاهرات اللي كانت امام المسرح عشان يخلوا الجمهور يدخل والحفله تبتدي. فده كان قد ايه كان شيء مهم، وقد ايه الجانب الاجنبي والجانب الفنلندي حسوا بالاحترام للفن.